اليوم حاضرة بحضنا وفي البحري من أوريديو. مرحبا مدام وفي، صحة شريبتك. صحة شريبتكم. اليوم باش نحكيو على الكيراتين وما أدراك ما الكيراتين. مش أي كيراتين. أي. اليوم باش نحكيو على سوان للشعر. كيراتين طبيعي وبيولوجي. الكيراتين هذه احنا نعرفوا اللي الكيراتين هو سوان للشعر، يعني بغض النظر تعمل في الزيوت، تعمل في ماسكيت، تعمل في حاجات تغذي الشعرة، راهو الكيراتين حاجة كونستيتيون نيسيسيغ لشعرتنا. خاطر هو في الأصل شعرنا 80% من الكيراتين. دونك لازمنا شاك موا وإلا شاك دو سومين نعاودوا نرجعوا الكيراتين اللي نفقدوه في شعوراتنا. اي سورتو كي يبدا طبيعي. صحيح. دونك الكيراتين في العاده احنا يبدا يضيفوا له الفورمول اللي هي ماده سامه للشعر، دونك يدقدق الشعره ويهلك الشعره. من علاش يقولوا الكيراتين ديما يصلح الشعره؟ كيفاش؟ دونك احنا الكيراتين كيفاش باش يغذي الشعره؟ الكيراتين هذا اولا هو كيراتين نباتي وحيواني، دونك يشبه للكيراتين اللي يفرزوا شعرنا. كي باش تحطوا انت على شعرك يدخل في وسط الشعر غابيدمون ويصلحها الشعره، يعاود يغلفها، يعاود يقويها، سورتو الشعره اللي فيها ليماش وتهلكت بالصبيغ وتدقدقت بالصبغه وماتت كاريمون، خاطر الشعره اللي تتصبغ بالماش سورتو ولا تتفتح برشا تلقاها معناها ولات مهلوكه على الاخر. دونك كي تحط الكيراتين باش يعاود يكون لك الشعره نتاعك، كيف يعاود تحطه على فروه الراس زاده خاطر باهي للبصيلات نتاع الشعر، يغذي الشعره يصلحها. الكيراتين هذايا باش نعملوه بلاش بلاك، بلاش برودوي معناها شوفون، معناها ما يستحقش سيشوار ولا حاجه، سيشوار ولا بلاك ما يستحق حتى شيء. جست تعملوا ماسك في شعرك تخليه نصف ساعه ولا اكثر ولا تبيت به، ويمشي مع الصغار من عمر العام وانت ماشيه، ميم حتى بيبي معناها ما يقلقش. في نفس الوقت تنجم تعملوا دقيقه سولا دوش، كيراتين اون مينوت سولا دوش، ديجا هذايا الاسم نتاعو، خاطر ديجا انت كي تعمل شامبوان نتاعك تحطه كلها بخي شامبوان يهبط شعر ليس ومطلوق ويصلح لك الشعر كلكو سوا شنو المشاكل اللي في شعرتك، شيح، تقصف، صبغه معناها هلكت الشعر، برودوي شيميك هلك الشعر، دونك يصلح شعره ويغلفها ويعاود يرجع لها الفيتاليتي نتاعها، يرجع لها البريونس نتاعها، ترجع لنا الشعره شعره حيه معناها فيها الكلا وتتطلق سورتو اللي في اللي لوجوا عليه الناس الكل اللي هو اللي في ليسون. دونك هو سا دفريز معناها الدفريز الشعره تتطلق لي غاسين دوكم اللي ساعات يبدا واحد عامل كيراتين شيميك ولا بروتين شيميك تلقى الغاسين نتاعو يطلعوا هكا وكل. دونك هو يرقد الغاسين تتطلق الشعره كومبليتمون. تنجم تعملوا كل جمعه، تنجم تعملوا مره في الشهر، عينك ميزانك في الاستعمال. برك الله نشوفوا احنا ديجا كبيره تنجم تشدنا 500 غرام. اي 500 غرام. هو توا ساعات يقولوا لنا مثلا البخي غالي شويه، اما باش نبرر لهم علاش البخي غالي، راهو يبدا كيراتين حقيقي واصلي راهو باش يكون البخي نتاعو غالي. انت كي تمشي تعمل سوا في الحجامه كيراتين اللي هو بعد شويه باش يضر الشعره باش تدفع فيه مينيموم 250 دينار. دونك احنا هذه كونتيتي 500 غرام باش تستعمله وحدك، لا تستحق تعمله في صالون، لا تستحق تعمله حتى حاجه اخرى، وحدك في الدار تصلح شعرك، كان عندك بنات زاده كيف رجال كيف يستعملوه. دونك حاجه سي نوفيل تكنولوجي دو ليساج تدخل في الشعر وتصلحه غابيدمون باللي تحط توا في شعرك يتطلق الشعر ويتصلح. دونك شي عايدو سنية امورهم واضحه. ميرسي بوكو مدام وفاء، وكفرحتكم اليوم مدام وفاء لكلكم باللي كادو، مبروك ليكم ليكيب الكل. ميرسي بوكو مدام وفاء البحري، الارقام موجوده اسفل الشاشه للناس هكاك اللي تحب كونتاكتيكم. ثاني جمعة في سيدي رمضان، بدينا نستنسوا رمضان السنه خفيف برشا، إن شاء الله تعدي معنا سهرية مزيانة على قناة تونسنا، معايا أنا صابرين وكما العادة مع الشلة يسرى مناي. ديما تجي هنا نحب الأغنية هذيا، كل قلت لهم ديروا لي بها ليميسيون هكا أنا نحبها، تجي بالبخور، تجي على طارق، تجي بالبخور. إن شاء الله نزورها بالعيناي فراق الغالي مو أنا ما عندي ما نقول فيه. شوفوا تحسوا كليوباترا خارجة مكتب التاريخ، أمل تابعي. كيما العادة والعويد جيت بحضينا نور شيشخان. تبخر من ربي ما هو متسخر. بخر يا سامي دريدي، بخر وشوية. حضر معنا سامي دريدي. بالأسود يلبس خليته. أو ماي جاد. والله أنا راني
تونس ما لحظه نادر انا راني ما نشوفهمش شنو باش يلبسوا ديما فيش اوني هكا يدخلوا علي يصدموني ريت امل كليوباترا الحقيقه مدام منيا شنو باش نقول عليك مدام منيا سويسي بن شعبان طيب العين علي روح واللي يقول كلام وراي ان شاء الله نزورها ما شاء الله ما شاء الله بلوكات مختلفة وآراء مختلفة وجو مختلف إن شاء الله نعديو سهرية مزيانة ميرسي بوكو دي جي نادر نبداو حلقتنا باش نبداو معك أنت أمل باش نحكيو على الموضوع اللي أثار مؤخرا ضجة كما الناس تعرف اللي صار فما هجوم من طرف هيفا مكي أنت مشيت تقدمت بشكاية ونحبوا نعرفوا وين وصلت آخر التطورات بي احنا اخر مره كيما تعرف معناها جبدنا عليها في البلاتو الكل وولات مشكله كبرت المشكله من بعد دونك انا قاعده في ريستوران كيما تعرفوا وماني ثبتني بالكلام الخايب من غدوه تهبط ستوري تحكي عليا كلام خايب بعد زيت استفزني تحكي عليا كلام خايب ما عندكم ما تعملوا لي تسب فيا تسب في الامن تسب معناها ما يهمها حتى شيء فانا قررت معناها كلمت المحامين نتاعي قررت باش نشكي عملت معناها معاينه على الفيديوهات على الستوري اللي هبطتهم ومشيت شكيت معناها ولقيت تجاوب بتبيعها شكر خاص ديجا الفرقه المركزيه المختصه بالبحث في جرائم العنف ضد المراه الحرس الوطني بنعروس على سرعه التعامل والاخلاق العاليه بصراحه في ساعه شكيت في ساعه معناها تجاوبوا معايا نلقاهم ديجا معناها في بالهم بها وفي بالهم بالفيديوهات الاباحيه اللي تهبط فيها وكاو ماني عملنا مكافحة تم إيقافها؟ تم إيقافها 48 ساعة واليوم مشيت السجن النساء بمنوبة سجن النساء بمنوبة وتتعين جلسة يمكن بعد 10 أيام خلينا نقولوا احنا كحكينا على موضوع هيفا مكي راهو كان الهدف نتاعنا مش نحكيو على شخص الانسان رانا نحكيو على الممارسات اللي تقوم فيهم وكان هدفنا ان نحكيو على موضوع الرقابه على الانترنت هو ماهوش هدفنا حتى شخص احنا هدفنا الرقابه مش كان هي الشخص هذيك فما برشا عباد اخرين زاد يهبطوا في دي فيديو معناها الصغار ما لازمهمش يشوفوها احنا كان هدفنا ان نحكيو هي معناها سي احنا ذكرنا شخصها لكن بكل احترام ما طلبناهاش ما نقدناهاش نقدنا تصرفاتها وحبينا نقولوا اين الرقابه هذا هو كان موضوعنا صحيح ولا يسرى؟ صحيح صابرين وبالحق معناها الموضوع هذا قاعد ينتشر بصفه غريبه واحنا كيعطينا راينا عطينا راينا معناها حسب المحتوى اللي هي قاعده تقدم فيه هي تمدت ولا تعمل في ستوريات وتسمي بالاشخاص اللي هو موش معقول هكايا فما قانون راهو صحيح اما انا نطلب منك امل شر هذا شر بديل شر التسامح وفي بالي عندها صغيرات هي دونك نسالش ها وشكيت اما السجن وما نتمنيه لحتى حد بالحق معناها تكون لها كبسه وكل ما مش انها تقعد في السجن في الشر بديل وعندها صغيرات وكل ان شاء الله ربي يسامحها على اللي يتقدم فيه وكون انت قلبك كبير ما يسالش انتم كريتوا معناها ستوري نعرف ما تفرجتوش معناها في ستوري نعرف راهو معناها تثبت لي في اضرار معنويه مع عائلتي مع معناها عندي حاجات شخصيه ما نجمش نحكي فيها معناها في التلفزه اما زيد انا زيد في موقف هي في موقف صعيب وانا زيد في موقف صعيب معناها قلتها معناها وهي ابار الاساءه الغير عبر وسائل الاتصال اللي انا معناها القضيه اللي قدمتها هي عندها ديجا قضيه في التشجيع على البغاء الاساءه الاخلاق العامه ونشر محتوى متدني يمس بالاخلاق العامه يعني مش كان انا يعني انا متقلقه ولا ثبتني كان انا هي تسب في العباد الكل تهبط في فيديوهات ما يهمهاش انا اختي 13 سنه عمرها دخلت نقعد تفرج في الفيديوهات نتاعها هي انا عندي ثلاث اخوات بنات صغار في الدار صابرين نبيدي راهو هيفا المكي ثبتني في ستوريات برشا وبالاسم انا ذكرتني بالاسم وقالت فيه كلام ما نحبش نعاود وما يتقالش اصلا وما عملت حتى شيء على خاطر نعرف انا شوفوا ليا وزيد كما قالت لك يسرى شهر رمضان عندها صغار انت سامح انت سامح وهي هكا يكون لها درس انا واحد من الناس ما حكيتش عليها بالخايب جم وما حكيتش حتى نحكي معها في التليفون قبل على خدمه هي ردت حكايات اخرى وشوهت لي سمعتي وصورتي فيديو تدور على اليوتيوب على الانستغرام الناس قلت والله تبعت لي تقول لي شو كيفاش وانا ما حكيت معها في حد شيء هي ردت نحكي معها في حاجه خايبه ومن غير دليل خاطر من تهبط اي دليل كي واحد يحكي معها انا ما ضفت لحد دليل خاطر ما عندي شيء اما انا ما نجمش نشكي بها خاطر شو وليا سي انت صارت لك ظروف معها وعندك حق تشكي مثال سامح هكا تو كتلها لها كبسه سامح هي ما على شرط تسمحها ما لازمها تنحي السوشيال ميديا كومبليتمون راه كارثه هي حره طارق ليه ليش هي حره في عندك صغار لا تستعمل مش تنحي السوشيال ميديا تستعمل السوشيال ميديا لا 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 تتنحى شو جا نقول لك ترجع هنا انا نقول لك سامحها فهمت اما زيد ترجع نفس المعبوكه راهو عندك صغار راهو فيديوهاتها راهو شيء قزز
اكيد ترجع هي افضل ترجع ولازم خلينا تكون دارس كنا معناتها ماذا بينا معناتها كان نتسامح وامل راهو قلبه باهي هي هكاكا عندها الحق خذت حقها اما نعرفوا قلبك باهي انا حبيت انا حبيت ما حبيتش لا يتوصل نعرفوا قلبك باهي امل هو نعرفوا ما نرضاوها لحتى حد نعرف عملنا رد اعتبار ايوه ولاخر لحظه راهي هي ماهيش لاخر لحظه ما معناها لاخر لحظه راهي تقولي فكري الخايب حتى قدام معناها في البحر تلتزم باش ما عادش معناتها لا تجبدك لا حتى شيء ورمضان وماما وصغار انت ما تغزليش لا هي راهو هي بينها بين مولاها اغزل الصغيرات اللي في الدار اللي قعدوا ما غير ام لا يزي معناتها ما غير بو ما غير ام اينا غايبيني صغار الله اعلم شنو هي توا احوالهم الله اعلم هما وين انت يكون قلبك كبير ودفع الله مكان اعظم عند ربي خير صحيح مدام مونيا كيف كيف انت احنا امل اكيد نعرفوا الوضعيه اللي انت فيها ومش كان انت تثبيت كنا الفريق الكل وتثبت كل واحد فينا خذا بايو ومن الاول قعد ما حبيناش نشكي وميساج خاطر نعرفوا فما قانون وقانون صارم في المواضيع هذيا ما فماش علاش تسب العباد معناها وتشهر بهم حتى كي واحد يضرك تمشي للقى القضاء تعطيه حقك اما التشهير هذايا باسامي العباد انت صح في موقف صعيب لكن نتمناو انك انت هذه حريه شخصيه امل لك انت اما نتمناو انك تتنازل نظرا للوضعيه نتاع صغارها ونظرا للسيتياسيون كما قالت يسرا شر رمضان وما نتمناوش الحبس لحتى حد نتمناو انك انت تسامح وانت لك حريه الاختيار سامي عندك ما تحكي في الدخله انت عندي دخله باهيه ومش باهيه مش معنى الدخل بيه مش باهي ما فما ناحية توفير الأعمال الرمضانية نجموا ننقضوا كما نجموا ما نشوفوا أعمال حتى مش في تونس أما فهموا توانسة كفاءات توانسة في قنوات أخرى اللي هو أخويا أسامة دريدي يخدم في قناة الريان القطري عملناه وعملوا كاميرا كاشي غادي في الخليج في قطر نجحت تعلخ اسمها شو بتسوي؟ سنة عملوا سيزون 2 صدقني يا يسرى وجماعة الكل الكاميرا كاشي تاعش معناها دا فيها رعب لا خوف لا ضرب لا شيء يمشيوك للحاجات السوسيال حاجات مواقف اجتماعية والله العباد كل تبدا تبكي من ليكيب تتفرج فيهم العباد كل تبدا تبكي تخرج بمواعظه تخرج بعبره كاميرا كاشيه عرفت تشوفوا العبد على حقيقته كيفاش محلاه مع الاخر ونحب نشكر زاد المخرجه نوال نتاع البرنامج وماذا بينا توانسه تبعونا شويه كاميرا كاشيه ما تحطوش حتى في تونس نجم نحكي عليها حبا هذوك صاروا خدمنا عليهم ليه ما توا الكاميرا كاشيه قاعدين يصيروا ظاهرين مفبركين سيت كوم عاش كاميرا كاشيه مسلسل فهمت دونك ماذا بينا نختم كاميرا كاشيف شوفوا رياكسيون تاع العباد بالحق. نور اش عندك ما تقول في الدخله؟ والله انا باش نمشي مع سامي في نفس الموضوع على كاميرا كاشي. ايه. انا تفرجت في عمل نتاع سيرا وفكوكا نحب نقول معناتها ماهيش كاميرا كاشي معناتها. ايه كيفاش؟ كي قال سامي حق راهي سيت كوم معناتها مش كاميرا كاشي. بربي كي يهبط يشري هذاك نتاع الكرهبه عرفتوا ديجا كي تركب معاه من الاول تعرف اللي هي كاميرا كاشي بالكرافات وباللبسه وبهيئته الصيد. وكي تهبط انت باش تشري معناها الكادرور وين؟ معناتها اللي معاك ما في بالوش اللي يصور فيك وين وصراحه تعرف المشكله وين صابرين؟ تو في الكاميرا كاشي هذيك المشكله الكبيره وين؟ المشكله الكبيره كي هبطوا بالمونتاج ما شافوش الكاميرا واضحه وخرجوا ليزاكتور اللي مثلوا الكل عباد تمثل علينا مثل معناها اي واحد جاي انفيتي عبد قاعد يمثل على الشعب التونسي يمثل ويحب يقنعوك اللي هذيك صحيحه ماني ما فهمتش هو كي هبط للحويط ولا هبط للبين ولا وين الكادرور؟ زعما اللي معاه ما راهش تو هكا هو راهو عمل محلاه ويضحك وكل شيء ما حقوش تعدى كاميرا كاشي ما قنعتكمش تفرجتوا فيها يسرى تفرجت ما تفرجتش انا عملوا غزمون غاطسه رمضان السنه لا شفت اعمال لا عرفت لقيت وين الاعاده ونروح مخر حاسيله ما الحق ما شفتش ما شفتش نعمل دوره باش نجم نقيم ونتفرج بالكدا باهي برشا مدام مونيا عندك ما تقول في الدخله؟ اي تفضل رمضانكم مبروك وصحة شريبتكم الناس الكل والله وحبيت نقول اللي البرامج اللي قاعدين توا نتفرجوا فيها انا بطبيعه ديما نعمل تفقيده النهار الاول وكل ماك تعرف ديما النهار الاول ندوروا من تلفزه لتلفزه المره هذه تصدمت مع سامي الفهري في السيت كوم اللي عملوا بصراحه ما عجبنيش ما برنامج هو لا محاله ما لقليج مش سيت كوم هو شو برنامج شويه سيت كوم وبرنامج تضحك تخرج تضحك تخرج ولا تضحك تقعد هذه حكايه معناتها ما راقت ليش جمله صراحه صدمه في سامي الفهري مستانس يعمل حاجه راهو مستانس يمتعنا مستانس يعمل حاجه باهيه واما تفرجت باغ كونتخ في سوبر تونس تفرجت فيه تحفون برشا معناتها سيت كوم يضحك آراء عجبني مدامونيا تعرف في رمضان تكثر الآراء كل واحد وآراء وانت اللي عجبك ما يعجبش غيرك مش مانيش مسلسلات أنا ماذا بيا حاجة تضحك تفضل في الداخل خاطر نسيتها على فلوجة
أي. انا تفرجت فيه السنه حاجه بركة عجبتني اللي هما مشاو بينا البلاصه اسمها المنسيه ما نعرفش هي اسكو هكاك اسمها والا هما سميها منسيه فما ظهر لي منطقه اسمها نورمالمون فما اي عملوا كومباريزون بين معناتها العباد اللي تعيش في العاصمه متوفر لهم كل شيء وما يحبوش يقرا وبين العباد معناتها اللي في الريف وما شاء الله عليهم يجيبوا 20 على 20 وعباد تحب تقرا ما فماش ترونسبور ما فما حتى شيء في فلوجه هذا اللي عجبني الكومباريزون اللي تعملت بين العاصمه وبين الريف معناتها معاناه واللي راو فيهم معناها حاجه تاسف ما صاب معناتها الدوله هكا تتلفت لهم شويه على قرايتهم على كرارسهم على كل شيء حاجه توجع القلب باهي باش طرق عندك ما تقول في دخله انا جست ليه الايامات نحضر في بروجي جديد اسمه نكته توتك يعني نشوفوا مع بعضنا اخر اخر ليميسيون نكته اسمه نكته اون فوا فور سي كوا نكته الضمر علينا خليت لك ضمار لك انت خلي لك ضمار قال لك سيميا قال لك عمل اسمه نكته باش نكتشفوا ان شاء الله اخر رمضان به طارق يا جماعه نمشيو نشوفوا شنو صاير من اخبار ومواضيع نمشيو توت سويت الشابو باش نحكيو في شابو على مواضيع كل عادة بخصوص شهر رمضان وفما برشا تصريحات نارية مازلنا في الجمعة الأولى في شهر رمضان لكن فما برشا تصريحات من الفنانين ما فهمتش شنية السبب هذايا مثلا نقرأ لكم بعض التصريحات تصريح الفنانة أميل علوين قالت نحن في زمن الرديئة والتعاسة كريم الغربي صرح قال قبل كي كنا في الحوار التونسي نجيو لولانين كانوا يقولوا رانا ماكينة وتوا كي ولنا في قناة نسمة ولا يقولوا رانا ماكينة نحب نقول لكم اللي احنا الماكينة كيف كيف مجدي حسيني المنتج نتاع سيت كوم ولاد الحي قال لو كان تتواصل المهزله هذايا باش يتم ايقاف سيت كوم اولاد الحي كيف كيف احمد لندلسي قاعد يعمل في تصريحات كل واحد يدافع على العمل بيان سور حكينا فيه الموضوع نتاع صبر الاراء وكل واحد يقول في الكلاسمون نتاعو دونك هذه هي الاراء يسرى شنو رايك والله يجي نقول لك ما نعرفش علاش هالصراع هذايا احنا معناها هاك تشوف رمضان نبداو نستناو فيه هكا المسلسل باش كل واحد ينتج وناس تاعبه فريق انتاج ممثلين نورمالمون يشجعوا بعضهم يدعموا بعضهم يشكروا بعضهم وكان مانيش فاهم علاش يتعاركوا على شنيا المرتبه الاولى المرتبه درا شنيا انت كان جا عندك عمل تو في سيدي رمضان اي تعارك عليه اكيد انا عارك علاش باش نعارك مثلا نعارك على يقولوا لي انت ترفي روحك في المرتبه الرابعه ما تعاركش ايش نقول لك انا موضوع صبر الاراء حكيت فيه معناها بالحق معناها صابرين ما نجمش هي ما على حساب شنو معناها شكون اللي عطاه هذايا التصريحات هذايا يسرى انت تعتبرها في اطار انهم هما يدافعوا على اعمالهم ولا في اطار تجني هكاك جوست تصريحات وما لازمهمش يعملوها انت انا نشوف اللي تصريحات زايده بالحق معناها انا نشوف يدعموا بعضهم يقفوا مع بعضهم يشكروا بعضهم هذايا هو انا قلت انا اعمال معناها نشوفوا من رمضان لرمضان والا اي عبد حتى مش كان في شهر رمضان معناها حتى كان ينتج فيلم في سيل ليم ولا حاجه نشجعوه وعليش معناها يحبوا يحطموا بعضهم ويكسروا بعضهم ولا ما تمشيوش تتفرجوا شفت برشا سامحني قاعده تدور على احمد لندلسي و على ولاد الحي في دبي اي عليه عليه من بعد مش تتفرج عرفتك اللي طول هابطين في ما تمشيوش وحاجه تعيف عليه عليه يقولوا هكا يحكموا على الحاجه قبل ما يمشيوا يشوفوها ممثلين معناها ما شاء الله انت كي تشوف احمد لندلسي جعفر جماعه معناها تبارك الله ممثلين عندهم قيمه وتبارك الله عليهم في التمثيل امشي شوف العمل ما تحكمش على العمل كان ما تمشي تتفرج وشجع الناس على خاطر رانا قليل باش ننتجوا نحنا معناها نبداو نستناو متعطشين للانتاجات دونك نفرحوا لبعضنا نشجعوا بعضنا وندعموا بعضنا مش نطيحوا بعضنا انا هذا رايي طارق انا ساعة الاراء هذوما نحس روحي نشوف في ولاد صغار يتعاركوا في قسم فهمت اول حاجه اثنين باش نجاوب بالواحد بالواحد مادام امال علوين هي ممثله كبيره ونحبوها ونقدروها هي كي قالت ميوعه سامحني باش نقولها مالوغوزمون نحن اللي نعيشوا فيه هذيك هي الميوعه فهمت نمشي للكريم الغربي تحب ونحب ولا نكره كريم الغربي وبسام الحمراوي لا قبلهم ولا بعدهم ماكينه ماكينه فهمت اصلا اش خليها هو كريم كي عمل اشهار صغير نتاع يعني اشهار اشهار
يقتل بالضحك. يا طارق انت قلت لقب كريم الغالي بس وباسم قبل من بعض تغلط. تعرف انت كي تقول لقب ولا بعض ايش معناها؟ معناها ما خلقش لا قبل ولا بعض. انا رايي انا رايي الشخصي اشا دوفغ في تونس الله يرحمه نصر الدين المختار تحكي قبل فنش. نحكي لك توا جيب لي شكون يضحك كيما كريم وبسام ديوم بعضهم يخدموا في الفيلم. المختار يضحك وحده مش ديو وحده. انا نحكي لك على ديو نحكي لك توا الله يرحمه في دارك يضحك في السطحي عنده النكته موهوب من عند ربي. انا سمعتني ايش قلت لك سمعتني ايش قلت لك قلت لك اعطيني توا توا قاعدين يضحكوا فيه. انا رايي نقولوا لا قبلهم لا بعدهم جيب لي عابد كيفهم هو مزوز في خدمه ويضحك كيف. انت كونسوير باش قلت قلت لا قبله ما تخلقش. لا يا خويا باين نقولها نعاود نقولها كريم الغربي وبسام الحمراوي في خدمه لا قبلهم ولا بعدهم في الضحك. جيب لي شكون كيما كريم وبسام في خدمه اعطيك اللي تحب. باهي هذاك رايك انت معناها سامي انت شنو تقول؟ خويا انا نقول ديما الفنانين علاش يتعالكوا في بعضهم؟ سهله برشا فقر الاعمال. فقر الاعمال معناها انسان ماهوش قاعد يخدم دونك وقته يفرغ. كي يشوف عبد قاعد يخدم مش قاعد يخدم يحس روحه ينجم يعطي ويخدم. شو اللي ينبر عليه ما غير لاش غيره معناها فنيه؟ ثم الغيره في الفن ثم غيره ثم الحقد وثم البغض. معناها غير يقوم يسب معناها زميلي مش هم فماش فما السب فما السب فما نقد هما ينقدوا بطريقه يمكن توجع. النقد عندنا راهو ناتج عن فقر الاعمال. قد تلقى ساعات ممثل يمثل في زوز وثلاثه ستكومات غيره يعرف يمثل مش قاعد يخدم في حتى شيء في حتى عمل. علاش المخرجين ما يتلفتوا لهمش؟ فهمت؟ دونك كان جينا نحن ماكينه تاع خدمه راه العباد ما عادش تلاقي بعض تلاقي في خدمه واضحين. دونك انا اللوم على فقر الاعمال والمنتجين. ونرجع للموضوع اللي تاع مجد الحسيني كيفاش الحمله اللي صار على اولاد الحي في دبي كانت تتبع افلام المصراويه المصاروه ثم افلام تاع بيومي وغيره راه تتفرج في الفيلم من اللي يبدا اللي يوفى من غير حتى قصه. ما فماش قصص ولد في الافلام خاطر الكوميرسيال والعبد تفرج ونتبعوه. اما في تونس خاطر ولا نخدموا في العمل ولا بعضهم ونفس المنتج لازمنا نسبوه. انا نشجع المنتوج التونسي حتى كانوا خايب المفيد يخدم. نور قولش بيهم الفنانين في تونس ياسر هكا في بعضهم. علاش احنا كي نهبطوا عمل فنان الاخر يغير ولا شنو من الاخر يولي يسب معناتها يسبوا ياسر في بعضهم. شوفوا مصر امان احنا نحكيوا على زوز مسلسلات ولا ثلاثه مسلسلات في تونس سهبلنا العباد الكل. في مصر 50 عمل صابرين راه حتى واحد ما جبد الاخر حتى واحد ما قال الاخر شبيه مثل هكا ولا شبيه مثل خايب. علاش ما نتلاوش احنا في رواحنا؟ علاش ما نشجعوش بعضنا؟ علاش احنا كي حاجه تهبط ليه وخايبه وما تفرجش وما تعملش؟ شوفوا معناتها حاولوا باش تقارنوا للاحسن معناها حاولوا باش نمشيوا للاحسن مش لازم نطيحوا وعد ربي في بعضنا معناها ونقعدوا نتفرجوا في بعضنا. لا انت تمثل لا انا نمثل ما نعرفش انا قارنوا رواحكم بحاجه ما خير. مسلسل حشاشين ديكورو شوف قداش تكلم ميزانيه تاع مسلسل توصل كل معناها امكانيات ضعف امكانيات. خمسين عمل راهم سامي يخدموا عندهم حتى واحد مريض وطلع في بلاتو صابرين فما حاجه فما حاجه لازم نفهموها بالرسمي سامي حتى انت باش نعلق على كلامك. اللي تراهم يمثلوا هما اللي في البلاتوات هما اللي في الراديو يعني بدلوا ميسيل شنوعوا ميسيل اعطيو فرصه لغيركم نفس نفس صحيح يعني عندهم كل واحد عنده مجموعه نتاعو يخدم بها يخرج لك يعني فدينا منهم الوجوه بدلوهم في راديو تلقاه في تلفزه تلقاه في صحيح هذيك هي كل شيء. مدام مونيا حب من حب وكره من كره الممثلين هذوما جدد جيل جديد يضحكوا وباهين ويعجبونا وطلعوا مع بعضهم شي نورمال باش تصير مشاكل بين بعض خاطر في نفس الوقت جاو مش كيما الممثلين الكبار الاخرين معناتها معروفين تو في الجيل القديم غابوا يا اخي ولاو هذوما معناتها سوشيال ميديا ويتعاركوا ومشاكلهم ولات واضحه بين العباد وفهمت وغيره كما قالوا معناتها وفما حسد ما بيناتهم وواحد يخدم والاخر يخدم زوزه ثلاثة اعمال قعدوا محصورين ما بين زوز راهو. في الجيل القديم مدام مونيا كانت فما غيره فنيه هكا تلقى حتى كان فما غيره كانوا بفيانا وكانوا محلاهم وكانوا حتى كي يتقابلوا في البلاتو متربين يعرفوا كيفاش يتكلموا وما كانتش هذايا معناتها كما نقولوا السوشيال ميديا باش معناتها في ساعه تطلع الحكايه وما بيناتهم في ساعه معناتها حتى العرك يبدا ظاهر تنبير. قبل كانوا لا كانت فما راه فماش ممثلين ولا مغنيين ما عندهمش حس بيناتهم اما كانوا محترمين ناس معناتها يعرفوا كيفاش يتصرفوا مش كيما توا توا لا بصراحه توا حتى انت تأيد مدام أميلة علوان كي قالت نحن في زمن الرداءة والتعاسة ما نعرفش علاش انا قالتها صابرين معناتها هذه معناتها الكلام على خاطر هو كان جات رداءة هذه معناتها هذايا جيل هذايا حقائق وهذايا معناتها جيل جديد هما هكايا معناتها كان جيل هي مثلت توا أميلة علوان ممثلة معناتها كبيرة وممثلة قديرة ومعروفة وكل مثلت معناتها مع الجيل القديم مثلت مع الجيل نتاعها هي ومثلت حتى مع الصغار معناتها كان جات فما رداءة انا نقول راهي غير
راهي استقالت معناتها ما نتصورش معناتها فما ما كرهش قالتها بصراحه الكلمه خاطر هذيا واقع واضح امل انا والله الا فهمت علاش يتعاركوا على زوز مسلسلات حتى كان جاو ناجحين الساعه فاش لي فرجت حلقه 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 ما لقيت حتى شيء يعجب ملا مستوى بصراحه نما الفنانين يهنيوا بعضهم يقدروا بعضهم نلقاهم دايرين على بعضهم يسبوا في بعضهم ولكن يشوفوا الاعمال المصريه الاعمال اللبنانيه الاعمال السوريه شو يقول شوف الفرق انت على زوز اعمال هذو معناها لكن نحيي وذيك الامكانيات امل ونحيي الممثلين نتاعنا راهم يمثلوا بالكدا ضعف الامكانيات حتى حد انا ما عجبني حتى ممثل ما عجبك حتى ممثل فاشلين لا ما تقولش هكا اعمال ناس تعبت ناس خدمت على روحها في رمضان كيفاش تقول هكا تعبوا ربي معاهم معناها ربي 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 معاهم كل شر المذيل شنو عملوا لهم من التعب اهديها الطفله هديه يا ربي اهديها ويا ربي انا شنو عملوا لهم قل ويعطيها المخ ويعطيها ليه تقول معناها اجا ما يجيش شنو عامل لها مالها نقول لك راك كرونيكاس في بلاتو تقيم في ناس تقول فاشلين والله فاشلين قارين ناس فما مسلسل عجبكم تو بالله بأمانة قولوا بأمانة معناها فما مسلسل فما ناجحة فما ناجحة يا زين يا نقول لكم في القهوة باش قال فاتك جدا عجبكم عمل راكم قاعدين ناجحين عليه العمل تحب ولا تكره فلوجة ناجح سوبر تونسي ناجح مش ناجح فما عمل بالنسبة لي أنا مش ناجح فما عمل ناجح لا احترم الفنانين اللي تعبوا ماكش أنت حتى فما عمل مش ناجح تقول يعطيه الصحة يا أخي تعبوا يا أخي بعد ما تعب عمل لنا حاجة كل احترام تعطي راه تقول ما عجبنيش ما عجبنيش فاشل فاشل يا أختي كلمة راهي بالحق كيف تصور انت يا امل عبد يجي يقول عليك فيش لا ولا حتى نصلح من روحي انا ماذا بيا العباد تقول لي معناها تنقدني انا نقبل النقد انا عبد كي يقول لي راك فيش نقول له يعطيك الصحه اما ما تسمعش الممثلين الكل امل والله بعض الممثلين ما عجبوكش اما ما تنجمش تقول عليهم فيش لي يا اخي انا اعطيت رايي انا قلت الممثلين فيشلي انا ما عجبونيش انا ما عجبونيش هذاك ذوقي انا نورمال انت نجم يكون عاجبك هذاك الممثل هذاك الممثل هذاك انا ما عجبني حتى عندك راي وانت حره وتعبر على رايك اما كي تقول رايك دو بريفيرونس تقولوا بكل احترام حتى في شخص اللي يتفرج معايا هو اكثر من هكا احترام شوف شوف وهي رايها احنا نحييو استغفر الله العظيم هذه راه في التوندونس ديجا من قبل نغزركم شنو هي هذه السبت والله هي باهيه حتى هكا معناها تبدا تورناج ولا تصوروا باهي واحد يستغفر ربي كي تسمع اراء امل تشد تسال شد استغفر ربي ويا ربي يهديها الطفله مريم دبيغه صابرين مريم دبيغه هديتهم شكون هذوما بعد مريم دبيغ ديتهم منين جبتها؟ شريت كل واحد شراها وحده والله خديتها من عند نور شيشخان انا وصيت عليها ما شاء الله انا وصيت عليها زاده من عند نور شيشخان نور ليش ما جبتليش كعبه معناها؟ ما وصيتنيش لازم نوصيك نور جبت هذايا فازه غدرناك بها صبري حاجه هذايا باهي اوكي استغفر الله ميرسي بوكو ليكم انتم ميرسي نور على الكادوات اللي جبتها للكيب باش نمشيو نحكي لكم على الموضوع الثاني كما العاده في اطار شهر رمضان فما مشكله يعاني منها المواطن التونسي اللي هو مسلسل التلفزه الوطنيه باب الرزق ما فماش اعاده والمشكله الثانيه اللي يحكي عليها المواطن التونسي هي كثره الاشهارات في المسلسلات دونك سامي دريدي شنو رايك في المواضيع هذه؟ والله هما المواضيع الزوز ما يتمثلوليش مشكله انا واحد من الناس على الاشهارات ما عادش نركز معاهم على خاطر نعرف لو العمل لازم اشهارات باش يخلص كما احنا في تلفزه لازم اشهارات مستشارين باش نجموا نخلصوا لعبه تخلص والكيبر الكل تخلص دونك ما نركزش فيها حكايه الاشهار جمله يعني كي يكون اشهار زاد عن حد والمواطن يتعب يفت والله يا صابرين ما تقلقش قسما بالله لا تقلقش خاطر كل دومين فهمت يمكن خاطر فيها من اللعبه هذيك علاش دونك فيهم لازم مستشارين الثاني حاجه قلت الاشهار المسلسل باب الرزق ما تعاودش الوطنيه زاد ما تقلقش علاش خاطر تو ولات ثم لي بي تي في معناها ثم كل شيء يهبط بكاليتي باهيه في باجات وما عادش يفوتنا شيء فهمت دونك هما نقول خاسرين كي ما يعاودوش معناها كل شيء نتفرج فيه في الاعاده وما عادش نتفرج في الديريكت طول نخرج بعد شقه الفطر دونك كل شيء عندنا يتعاود مش مشكل صابرين نقص عليه انا بي تي في تحكي فما عبيد مسكن مع تلفزه وبالسيف عندهم يعني فما نساء كبار فما رجال كبار يحبوا يعاودوا يتفرجوا فيه فهمت يروحوا من التراويح يكملوا يصليوا ويحبوا يحلوا التلفزه تقولوا اي بي تي في من يفهم لا يجي فسر حاجه وباب الرزق من حقه يتعاود حق هذاك خاطر من فلوس الشعب من فلوسك وفلوسي وفلوس مدام موني وفلوس الناس الكل شنو هو الوطنيه ظهري ملك عمومي مش ملك خاص فهمت تجي تحكي لي انت سمي عشوية اي بي تي في ما نحكي حسب الواقع مش نحكي على الشعب اي ليه نحكي لك فما انا ما نتقلقش فما غيرك ما سيتي متقلق سامي مش متقلق اي فما غيرك يتقلق انت ماكش ما تقلق بالعكس انت في بلاصتك قلت مش متقلق فما شبيه ليه نحكي لك يعني انت تقول انا والله نحكي فما عباد يتقلقوا
سامحوني يا عباد خاطر انا مانيش متقلق وطارق متقلق خاطر مش متقلق. هو كل واحد راي امل تتقلق ولا ما تقلقش من كثره الاشهارات؟ ليه بالعكس احنا نورمالمون ما نتقلقوش من كثره الاشهارات على خاطر تلافز تعيش بالاشهارات نورمالمون احنا نشجعوا. احنا نعرفوا اللي معناها توا الامور في التلفز مضعضعه. اما بالنسبه للمسلسل في التلفزه الوطنيه علاش ما تعاودش علاش ما تعاليش مثلا ما فماش اعاده؟ هو اوكي معناها باش يشدوا المشاهدين اما لازم فما اعاده زايده. هي شو مدخلها في المنافسه بين التلفزه الخاصه معناها؟ هي خاطيها نورمالمون على روحها معناها تعمل اعاده للشعب وكهو. معناها انت تطالبهم انهم يعملوا اعاده؟ لا لازمهم مش نطالب لازمهم يعملوا اعاده. يسرى ما تفرجش ليه للشعب لازمهم يعني جميله. اي انا نحكيك حاجه تلفزه الوطنيه ولا انا نعرف شنو فيها والله انا ماني نوصل في صوت الشعب اي يحبوا على الاعاده الشعب. امل انا ترجعت نسخه التتواج هذاك عملته قعدت نثبت الحمد لله قميص. انا عندي تروى تتواج انا مش زيد تتواج اما ذوك قميص اما لي ذوما قميص الحمد لله يا ربي يسلم معاك مش متاكد يسلم. نرجع لموضوعنا الاشهار كثرة الإشهارات والتلفزة الوطنية اللي هي ما عملتش إعادة المسلسل باب الرزق هذه المشاكل اللي يعاني منها التونسي. أي والله ماذا أنا بيجي قلت لك راني مثلا ما بقيتش وقت باش نتفرج ماذا هي الإعادة معناها باش نتفرج ونشوف الممثلين ونشوف العمل وما نعرفش وين نجم نتفرج فيه مثلا باب الرزق جوست قاعد يعرضوني تصاور فيسبوك انستغرام هكا دي فيديو معناها ماذا بيا نتفرج والإعادة نتصور الناس الكل ماذا بيهم الإعادة مش عويدها التلفزه الوطنيه مسسا فما دخلت ممكن قالت باش نربحوا المشاهد احنا بدنا نحبوا ندخلوا في اطار المنافسه كي نحبوا نعملوا عمل ندخلوا في اطار يا يتفرج فينا يختار المشاهد يا يتفرج فينا يا يتفرج في مسلسل اخر. هذه تصريحات يعني من المسؤول في التلفزه الوطنيه قال انه لازم يختار المواطن يتفرج فينا احنا خسرنا فلوس. كلامه صحيح تأيده؟ والله هي بتاتر فما ميزانيه يقول لك مادام اختاروا الاختيار هذاك فما علاش فهمت. مي انا دو بريفيرونس نقول ميسالش معناها الوطنيه مستنسين بها احنا كي يشوف لي حل كي اكل اعاده هذيك معناها ماذا بينا تكون موجوده. وبالنسبه للمستشارين هذيك معناها كيف قال سامي ممثلين فما فريق تقني فما عباد تخلص وكل دونك الاشهار انه يكون برشا صحيح خاطر يكثر في رمضان وهذاك راهو زاد باش يخلصوا به ناس وباش ينجموا ينجوا ويوفروا لكم المسلسلات وكل شيء هذا. نور شيشخان والله انا نراكي التلفزه الوطنيه معناتها تدخل في منافسه مع القنوات الاخرين ما ضرر للقنوات الاخرين معناها هما يخلصوا من عنا يخلصوا من الماء يخلصوا من الضوء يخلصوا من المواطنين يخلصوا من المستشارين ويزيدوا يحطوا روحهم على القنوات الاخرى ما يزيدوا يضروهم تو الاخرين يعلم بهم ربي. اشتر القنوات سكرت واشتر القنوات فلست والعباد ما عندهاش باش تخلص وزيدهم يحطوا مع روحهم في منافسه تو منها يقولوا ما نحبوش ننافسوا واحنا شو دخلنا في المنافسه ومن بعد تلقاهم هما الاولانيين علاش ما تعملوش اعاده؟ اقنعوني علاش ما يحبوش يعملوا اعاده؟ باش العباد معناتها عندهم منصه هما يعاودوا فيها باش العباد تدخل فلوس باش معناتها يدخلوا فلوس من عند العباد ما فماش منصه في بالي اخرى معناها باش تفرجوا فيها. وحتى عاملين ما عاودوش هما حتى عاملين ما عاودوش ليه ما عاودوش في بالي يعني ما عاودوش يعني انت ضد اللي ضد عاود فما عباد تمشي للتراويح فانا باغ اكزومبل نخير مسلسل اخر على الوطن نقول تو بعد في الوطنيه يعني بعد ما لقيت شيء في بالك بعد العشره نتاع التعليم ما تلقى حتى برنامج تفرج في رمضان ولا ما فما حتى برنامج التلفزه كلها يبيعوا فكدرا شنو ما فما شيء تتفرج والله زيد ممكن ممكن استراتيجي نتاع خدمه نقول لك برشا مسلسلات خلي حتى ما تفرجش بكشي بعد رمضان يعاودوه كامل باش ياخذوا حظ ويتشاف اكثر خاطر برشا يتعاودوا بعد رمضان. ليه كيفاش انت تحط انت تلفزه وطنيه معناها نعرف انت ساقيك راكزه ما شاء الله معناها من اكس تون تجي تحط روحك مع تلفزه جديده والعباد اللي يخدموا في التلفزه الجديده يفلسوا ما هو ليه نورمالمون يخموا معناها يرزنوا. هاو شنو نتصور انا تكتيكهم نقول لك انا مش في نعاود باش يخليك تتفرج فيه هو ولا تتفرج في مسلسل اخرين قول كل العباد لا راه استانسه تسمع مسلسلات تجزء الاول والثاني والثالث. انا قلت لكم انا تشد في المشاهدين مش باهي تقطع في قسم العباد الاخرين في تلافز الاخرين انت راكزه انت ما شاء الله معناها خلي العباد الاخرين يسترزقوا تي هما مره في العام باش يدخلوا شويه فلوس تزيد انت تنافسهم. مدام منيا انا الاشهار صابرين حاجه لازمه بالطبيعه ما باش باش نمولوا البرامج نتاعنا وباش باش نقاوموا معناتها الظرف الظروف هذيا على خاطر بلاش اشهار ما نجموا نعملوا حتى شيء. مش إيه متقلق من كثره الاشهار وطولها؟ لا قلق يا اخي انت مسلسل نص ساعه يعدي ساعه
معناتها نص ساعه بروجرام المسلسل والباقي يتعدى اشهار. اما بالطبيعه واحد باش يتفرج انت ما عادش مركز ولا المسلسل كي يتعدى معناتها في الاشهار انا نمشي نعمل برشا حاجات في الاشهار اكثر من اللي نتفرج فيه بالمسلسل ما نرجع اي سيء انا نسيت اللي تعدى ما عادش مركزه ماهوش حل معناتها توكي تروح حل انتوما معناتها الاشهار اشهار حل باش يعاونوا به معناتها تلافز اما مش حل باش يجي معناتها في ما في مسلسل يقص عليه بستين مره يولي تتفرج في الاشهار اكثر من اللي تتفرج في المسلسل ومن ناحيه التلفزه معناتها سامحني كما قلنا معناتها الوطنيه سامحني احنا استنسنا بها في الاعاده راه وهي معروفة ممكن أمور معناتها التطور متاع تبدلت بروجراماتهم ولا حاجة باش يحبوا يتبعوا القنوات الخاصة هذيك غالطين فيها سامحني خاطر سامحني نور على خاطر احنا قداش من ألف من واحد تونسي الكلنا باش نتفرجوا في نفس الوقت في البرامج يحبوا تو هذا حل ماهوش حل هذا كيما قالت زادة احنا لأن واحدة من الناس نخدموا بالليل ناس كيما يمشوا للتراويح هاو قالك نمشي نتفرج معناتها بعد نروح نتفرج فهمت يمشي يخرج هو زاد للقهوه مانيش كلهم راهو يعملوا لهم نفس مانيش معناتها في نفس الوقت نعملوا البرامج الكل نحطوهم في نفس الوقت حبوا ولا حبوش القنوات الخاصه حاجه قناه التلفزه التونسيه تلفزتنا الوطنيه حاجه اخرى صحيح خاطر يجي لي ماشيين بها شويه ماشيو شويه في شوف لي حل شوف بالطبيعة على طول العام بالطبيعة قاعدة تتبدل الإعادة تجيب هاي قاعدة تجيب الإعادة خد تبع البيت هي البيت اللي يلي البيت هذا من الكل نسأل حاجة يا أخي على الإعادة قاعدين تخلصوا ما هاش قاعدين يخلصوا كان جاي تخلصوا آخر تنحكي ولا هذا هو كان الموضوع ومشاكل تونسي في سيدي رمضان كانت شابو الجمعة هذا احنا بنقولوا راهو بالحق الإشهار يعاوننا خاطر فما ظروف صعيبة دونك نتفهموا أنه التلافز هذايا الشهر هذايا يخدموا فيه التلافز على خاطر فما ظروف صعيبة دونك ميساج نداء للمواطن التونسي تلقاو برشا شهر افرحونا خاطر هذاك باش نجموا نخلصوا العباد اللي تخدم وتتعب على الأعمال احنا باش هذايا كانت شابو الجمعة هذايا نمشيو الفاصل الإشهاري ونرجعوا نكملوا حلقتنا اليوم طارق جاي باش يدللنا وباش يحكي لنا على لا مارك ار بي هاش. ار بي هاش تاع الكليون نتاعي هذايا الكليون نتاعي الفيدال فهمت؟ ايه دونك مراه انت كليون فيدال ولا هي كليون؟ لا هي كليون نتاعي فيدال خاطر نخدمها في الكوم دونك بارمي بالرسمي مراه خدامه مثال المراه الخدامه يعني المراه تخدم عندها ما تقول في روحها. ار بي هاش هو منتوج تونسي هي مراه تصنع يعني عندها معمل نتاع حوايج. ايه ولي بخي ساعة ريزونابل على الاخر صحيح فهمت اي موديل تحب عليه تصنعهولك فهمت يعني تنجم تدخلوا سيغ الباج انستغرام تشريو من عندها ولا تحب انت بالجرو تشري سا ديبون انت شنو تحب حتى عبد مثلا يخمم باش يعمل ان بتي بروجي ينجم يكونتاكتيها عنده اي دي نتاع حوايج دي مايو جبايب دي بونتالون اللي تصوروا انت في مخك وتعملوا تعملهولك والموديل اللي تحب عليه انت زاد راه مش يعني هي تبيع لك موديل تعطيها انت الموديل وتقد لك ما غير ما نقولوا كان برافو وشابو وهاني نعاود نقول لك حتى في لي بخي يعني لي بخي سون لوجيك وريزونابل للناس كل عام ما تلشى وحاجه اخرى عندها اقوى سيرفيس بري فونت يعني حتى تصير الريكلاماسيون اللي يصيروا بالوقت والحمد لله ما عندها حتى ريكلاماسيون فهمت ساعات يصيروا فهمت اما بالوقت عندها ايكيب تجاوب 24/24 بارك الله خلينا نقولوا اللي هي لنسي للرجال للصغار الصغار الكل اللي يحب تو يخمم حوايج العيد ينجم يدخل الباج ار بي هاش راهو يلقى لي بخي ريزونابل وتشري لولدك وحاجه بها كاليتي باهيه صنعت في تونس وسوم مرفقه اهم حاجه احنا في توا في العيد اللي لعبت انت مثلا توا في ماركه مثلا شنو تلاوج على لي بخي والكاليتي هذوما زوز موجودين صحيح انا دخلت ديجا عملت دوره في الباج الحقيقه تفاجات حتى من لي موديل ما احلاهم ولقيت لي بخي رخاص ودايغ برشا دي باج ياخذوا من عندها هي في بيان سور لي بيان قلت لك هي تعمل تبيع اون غرو وتبيع اون ديتاي فوالا للناس اللي انتيغيسي تحب تعمل كيما قلتي بروجي تحب تشري حوايج بالجرو ولا هي تحب تختار موديل وتعمله تنجم تكونتاكتيها تصنع لها وتخيط لها اللي تحب عليه ننصحكم ادخلوا الباج ماكمش باش تندموا ار بي هاش تلقاو حوايج لنسي للرجال للوليدات صغار ودي بخي ياسر لوجي حاجه اخرى تو صابين تو مثلا عيله تبدا عندها خمسه سته صغار فهمت يعني تمشي شي حوايج العيد ما سته صغار مثلا ولا اربعه صغار باش تكلف له برشا فلوس يدخل عند ار بي هاش لا يزي يعني لا سويم ريزونابل يزي تعملوا يعملوا له سوق
صحيح والله الحقيقه ما نقول لكم تلقاو معناها القطعه ب 50 دينار راهو ماهيش موجوده وقطعه كاليتي باهيه. تنجموا ادخلوا ونقول لكم كان ادخلوا للباج تاع ار بي اش واختاروا شنو تحبوا بمناسبه العيد. وميرسي بوكو طارق على لا بون ادغيس هذايا. ميرسي بوكو. بون بلان صحيح. الرقم موجود اسفل الشاشه وكيف كيف زاد موجود على الباج انستغرام وفيسبوك. ادخلوا شوفوا ماكمش بتندموا. الوغ وصلنا للجو د لاسمين الجمعه هذيا باش نعطي كل واحد فيكم غنيه وتجي جي نادر باش يقول لكم اسكو جبتوا لي بارول صحاح والا لا. هكا ولدي جي نادر حاضرين. الوغ نبداو الغنيه الاولى معاك انت يسرى. ميكرو عندك وتفضل سمعها. شنو هي؟ كاروكي هاي. ها؟ كان عندنا طاحون فيروز. هاي حط لها خلينا نسمعوها. ماكش صحاح غلطه في اللي بارا. ليه غلطه؟ كان اعطوني فرصه. لا الميكرو اللي بعده غلطه يسرى. شكون باش يطول اكثر فيكم؟ فيسا انتم غلطي. هاي الكلمات الفايده راهو هوني في الكلمات. هاي كلمة شنو اغنيه طارق؟ سهله لموني اللي غاروا مني ماكش حافظ لي بارول. هاي طارق هاي سمعنا. معاونك طارق ما تعاونوش كل واحد يربح هو راه. عنده كادو بعد. اي يا الحب الحب. انا ولا امل واحد. سمعني هاي. انت ضايع في اللحن مش في الكلمات. انت اللحن غلط. امل غنيه امل كلكم فاشلين في الفن. هاي الغنيه اللي بعدها استروني. هاي مدام اسمع غنيتك. هاي علاش غلطت في الكلمات؟ غلطه غلطت. قال لك نادر غلط مريقل. يا نادر رانا صحاب. برافو امل. فاشله فاشله. واحد نو يسرى الكلمات. ريت ما تغشش كي تقولوا لي فاشله. فاشله روحي انا نتعرف فاشله. فاشله نورشي شخان. هاي غنيتك. هاي هاي سكر التليفونات. تفضل شنو غنيتك؟ شنو غنيتك؟ لا لا ميساج عطيها خلينا نسمع صوت نور بالله. اعطيني فرصه. اعطيني فرصه. نبدا. تفضل طوي. عليك يا عيون لا بتنافق ولا امشي سامي دريدي. سامي نشجعوا. ما عادش نعمل لكم كاروكي. انتم فاشلين. تفضل سامي. اسمع غنيه. ماهوش ماشي شيء مع بعض. نسيني الدنيا. نسيني الدنيا راهي. مش حافظها راه فاهمها. ما يسالش فاهم. شنو يفهم فيها؟ فاهم في حب فيها. اي نبداو نسيني الدنيا. رغبة علينا تفضل. نسين الدنيا نسين العالم لو اقول لك انت حبيبي والله وحدك
انا وانت انا وانت نحبكم برشا صحه تصفيق برافو شنيا صحيحه جديده غليتو جديده كلمه سامي الدريدي هذا فرحان ندير لا هكا مش باهي لا ما ربحش بت عندي انا ربح لكم باش ما كنتش باخذين حتى شيء شوفوا مداموني الامل الوحيد نتاعنا ان شاء الله تعرف تغني قاسم الكيفي هاي بسهله مدام بونيا ونعاونوها احنا نعملوا يا نانا احنا يا نانا تفضل مدام منيا اي بالتونسي اي نفسي عجب لا لا فاهم عليك يعني باللوكا هذايا مدام منيا يا نانا يا نانا تفضل هاي مدام منيا هالكمون مني يا نانا يا كحلة العين يا نانا يا نانا يا نانا وجو عامل طلة يا نانا على باب الفلة يا نانا وجو عامل طلة يا نانا على باب مدام منيا قوم بحذا امل مدام منيا باش تغني وامل باش تشتغل هاي تفضل مدام منيا وامل تفضل الزوز هاي غني مدام منيا هاي هاي دي جي العين يا نانا يا نانا جو عامل طلة على باب الفلة وإجوا عامل طلة على باب الفلة يا نانا يا نانا وهكمون منين ويا كحلة العين وهالكمون منين ويا كحلة العين يا برافو 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 مدام منيا برافو ترقل عنا فرقة متكاملة نجم نعمل شقوكم الرقصة موجودة المغنية موجودة البخار موجود البخار موجود الكرة الحاضر حاسين الكل شيء حاضر وموجود بارك الله عليكم برافو برافو مدام منيا عندك انت الهدية وانت الفايزة ميرسي هذه هي كانت جد لاسمين عجبتكم الكاروكي يا جماعة ولا بيه نعود بحاجة هنا شاركت في الفوز نتاعها شاركت وانتم زوز شاركتوا برافو عليكم ميرسي بوكو كانت هذه جد لاسمين نمشيو تو سويت لمشاكلكم برشا مشاكل في سيدي رمضان ذوما موجودين كان في سيدي رمضان مشكلة الجماعة هذايا فما طفلة أمها قالت لها من أول رمضان بدأت المشكلة قالت لها عايش بنتي كان ماهوش باش يجيب لك الموسم راهي الخطبة باش تبطل وهي بيان سيغ طفلة ما تحبش متفهمة هي وهي باش ما يجيبلهاش موسم قالت مانيش عارفة كيفاش نقول الحكاية هذايا لخطيبي ونفرض عليه أنه يجيب لي موسم وقت لي أنا وياه متفاهمين ما فماش موسم مدام منيا يا حسرة على الموسم كي كانت عنده قيمة وكانت عنده وهرة وكانوا كنا كي نجيبوا موسم قبل كنا نستدعاه وكنا معناتها كانت جو توا وين الموسم توا مثل هكا تشوف ظروف
ما حسرة مشي قيمة الموسم، مشيت مع جدودنا ومشيت توا خاطر والدينا مازالوا ربي فضلهم، ومازالوا عموماتنا توا الكبار، ومازالوا خالات مازالوا يقولوا بهم الحكايات هذوما. اما توا الصغار ما هو ظروف تحكم، وما عادش توا معناتها عاملين لها قيمة. معناها انت تقول لهم هذا بكل لطف مثالش استغنى على الموسم؟ اين ما نعرفش علاش تخممك الام يعني ما تحبش تهني على بنتها، والا هما معناتها بالصف قاعده كل مره معناتها بالصف يظهر لي عندها. شو معناها بالصف؟ بالصف معناتها كما نقولوا تدلل على بنتها. صحيت تدلل معناتها ام برانسيب، ام برانسيب تهني على بنتها. والموسم راهو مش معناتها فريمون ما جابش موسم، مازال باش يعرس ومازال باش يشري ومازال الموسم. شو عندها؟ شو الموسم مثال نحب نفهم انا؟ ما هو كادو هو ولا ليه؟ بالعكس انت تفسر لي شنو الموسم، مش انا نفسر لك شنو الموسم. اه مش مشكل نفسر لك انا. باهي خلينا نفسر لك مدام مونيا. احنا في صبرنا، في صبر التوانسه الكل. اي انا خاطر يمشي اتخونجي، مانيش من تونس. مانيش تونسية، ما يسالش فسر لي. اي باللوكا مادام مونيا تنجم تقول لي مانيش تونسية، فسر لي بالحق. فسر لها الموسم. هي سالتني ولا هي قالت لي شنو الموسم؟ شنو الموسم؟ الموسم علاش هي طارت البركه؟ خاطر الموسم ما عادش لازم، الحنه ما عادش لازم، كل شيء ما عادش لازم في تونس. مش مشكل الموسم يا مدام مونيا، اللي هو الراجل كي لابس مرته يمشي يخطبها يلبسها الخاتم والفرده، هو الموسم عيد كبير وعيد صغير مرتين معناها كهو، هذايا المعمول به. اللي هو يجيب حاجه للدار مش كادو لها هي، راه حاجه للدار. سيرفيس نتاع قهوه، سيرفيس نتاع ماء، فرش نتاع معناتها هذاك هو الموسم. فهمت؟ كان هو اونتخ تو معناتها حب يودها بحاجه لها هي، معناتها نقولوا ما يسالش، يعطيه الصحه ويرحم والديه. اما راهو الموسم بعد هي باش تزوله، باش يتقربت يتخبى يتقربت ويخرج من بعد في الزائز. يمشي في هزين الفرش. انا توا شنو اللي قلت؟ انت قلت ماهوش لازم الموسم. لا انا قلت كنا يا حسره كي كانت عنده قيمه وعنده وهر مشى مع جدودنا. قلت علاش لك مشي مع جدودنا؟ لا علاش؟ على خاطر قلت لك انا الموسم قلت لك قبل كانت له وهره، وكنت قبل كنا نستدعوا ان الموسم يجي. اخي انا ما نعرفش قلت لك علاش هما توا اللي يخطب يجيني كنا نستدعوا. توا ما عادش ظروف نحكي لك. قلت لك الظروف ما عادش معناتها المراه كي تقول لها ما لا المراه كي تقول لها ما يجيبلكش موسم ما فماش خطبه. فهمتها؟ ما تخافش عندها الحق. عليها لا لا عز نفسك تسيبها. لا لا سامحني مش ديما كي ظروفك تبدلت. نور معناها انت فسر لي معناها انت لازم الموسم نور. مرتين في العام، هما مرتين في العام ينجموا حتى يتعاونوا عليه الطفله والطفل. نجم هي حتى كان بسرقه على امها راهي بال 20 وبال 10 وبال 5000 راهم لموا مع بعضهم وشريوا موسم. اصلا هي في عين دارهم كلي هكا عرفت محلاها كلي جايه حماتها وراجلها بكا الموسم بكا الكادو صغيرون هكا وداخلين وشويه تزغليت وعشي وكانوا بخور. شو معناها مش لازم؟ معناها مش لازم الموسم، مش لازم الحنه، المره اللي فاتت مش لازم الدا، مش يا هما عوام قاعدين تمشي هما تخطبوا يمشي عام. هي الحكايه الكل هذا كان عام ولا 16، اما كان تحكي لي على عامين وخمسه سنين بخاتم عاد السماح منها خطبه. احنا تو نواكبوا في العصر، العصر ولاو هكاكا هكاكا ولاو ما عادش شكل يصير كل ديما ديكا دوما بين بعضهم. كي نحكيو على العصر شو كي نحكيو على العصر، راك العصر راهو يدخل فيه برشا حاجات. فهمت؟ ما نحكيوش نقولوا احنا نواكبوا في العصر، احنا راه طلعنا هبطنا رانا في تونس. ما نجموش نواكبوا في العصر. لازم يجيب موسم الراجل. يجيب موسم حتى يتعاونوا عليه، راهي حاجه رمزيه راهي. راهي هي جيست، هاني قلت لك راهو نتاع دخلت العائله على كالطفله مخطوبه محلاها باش يهز لها راسها قدام عائلتها. نشوفوا العصر اللي تحكي عليه. ما قلتش لا جيب لا ديامونت لا ذهب، جيب حاجه حاجه رمزيه. فازا ضحك قالت لك فازا حاجه رمزيه، شاقل سيرفيس تابل زوز ملايين شافها رمزيه. لا زوز ملايين الناس اللي كيفك فما سيرفيس تابل ب 100 بالفاسيليتي. باش فاسيليتي؟ اي كل شهر 10000 موجود. لحظه لحظه باش ندخلنا في الفاسيليتي انا؟ هو انا ناس قبل ما يعجبوني بصراحه كان في الحكايات هذوما. يا خويا قداش الشيخ علي وعملنا الحكايات هذوما. هو راهو كي يبدا موسم معاه زوز ثلاثه كادويت اوكي. ما جانيش بالموسم زوز ثلاثه كادويت من غير ما يدخل للدار. بالله. اما موسم زاد مش سيرفيس تابل يجي يقعد يدخل لي في جي بالسيرفيس تابل. ليه حاجه دو فالور معناها يجيب لها كرهبه مقربه. شنو هي مثلا الموسم تاعك مدام امل؟ يا اخي ما انا مش قادره نشري زهيز الدار، زهيز الدار انا في بالي عالم راه علي جايب لي هو سيرفيس تابل، يجيب حاجه اخرى دو فالور.
دار حاجه هكا نفسر لك هو يجيب لك سيرفيس باش تتعاونوا باش الدار تحضر فيسع باش تعرسوا فيسع. هذايا الموضوع ما يخصكش انت زوج ثلاثة كادويت ما يخصهاش صابرين الموضوع هذا خلنا فهمها ما يخصهاش نور طيبه هي تضحك على روحها. طب علاش كل ما امل جيت تتكلم انتم تظلموها؟ انا كان جيت بنت نور راهي بعتني راهي عطتني بيعه ولفه نور انت امل أمل مع الموسم تحب زوج ثلاثة كادويت زوز ثلاثة كادويت مع الموس أكا. موسم زوز ثلاثة كادويت اللي أنا معناها لما استطاع إليه سبيل شاي نقولك حاجة هو الراجل كي يخطب امرأة عندك في الشهر زوز ثلاثة كادويت هذوك ما فيهمش تفادليك عليها مالش شكون قالوا لك القانون هذا؟ ليه معناها يا أخي ما يحبني هو كي يحبني يودني أي زوز ثلاثة كادويت يا أخي هذه ميزانيتك أنت معناها بيجي كبير شنو ميزانية يا أخي أنا مالها باش ناخذ باش ناخذ راجل راه أي راجل بزوز ثلاثة كادويت مالك راجل نحبها كيكا طارق تفضل طارق شو تعرفين ديما معك في كل شيء اما في طلباتك التعجيزيه هذه شكون الراجل اللي باش ياخذك؟ ليش شكون الراجل اللي باش ياخذك يا زي على طارق انت تعرف انت تعرف طارق ليش باش ياخذك؟ استنى يا نورة يا اخي تحكي بالحق ما تبيع مبطل كي ما يجيبليش كادو اسمعني يا اخي انت باش تاخذ راجل ولا باش تاخذ مكتوب الراجل باش نعرف خاطر انت هكا تحب تاخذ مكتوب الراجل مش الراجل لا لا انت ماخذه مكتوب الراجل المكتوب وبعد الراجل كان جيت تحبه بالرسمي ما عادي يعني المكتوب والراجل جا هكا مع بعضهم. لا انت حاجتك بالمكتوب، كان حاجتك بالمكتوب برا شوف الشيباني لابس عليه وخذوا طحنا. سهله الحكايه. يعني علاش تو طارق انت تو طارق مع الموسم؟ ساعة اصلا زيد حكايه الموسم زيد انا كونت الموسم، خاطر بالنسبه لي الموسم حكايه فارغه، زوز مع بعضهم متفاهمين يبنيوا بعضهم، يعني اش معناتها؟ يعني عنده فلوس زاده، يعني متفاهمين زوز يبنيوا رواحهم برواحهم. فهمت؟ اما حكايه الموسم موسم بالعكس يخلق مشاكل ساعة بين العائلات. فهمت وكل حكايه زايده خلي كل واحد يعيش الروح ولازم امها تتدخل وعمتها تتدخل وخالتها تتدخل هذاك الموسم قبل كي كانت الدنيا ليه الدنيا كي كانت رخيصه هذيك الدنيا كي كانت رخيصه هذيك عندها طب راس امك سامي هكا قاتبني في داء سامي بالسيف احكي لها على المراه ابسط حاجه لحظه مريم خلينا نكمل نسمع اراك سامي انت شنو رايك في الموضوع هذا الموسم شوف انا نمن بالعادات والتقاليد تحب ولا تكره ثم حاجه اسمها عادات وتقاليد نجم انا وخطيبتي نتفاهم في برشا حاجات اما امي وامها ما يتقابلوش في الحكايه هذه الام نتاعها تقول لك انا نحب الحاجه هذوما يتوفروا ولا امي تقول نحب الحاجه هذوما يتوفروا بالرغم اللي انا وما وخطيبتي متفاهمين دونك العادات والتقاليد هي اللي خنقت لازمك في العرس 7 ايام و7 ليالي ولازمك صاله وحنه والمشاكل هذه الكل اللي واحد تصور عنده بني مع عرس اللي هو تم برشا مصاريف وعار الراجل ولو ما يخلطش الراجل ما يخلطش انا شوف نمشي بالاصول تمام موسم نعرف روح اللي عندي موسم نحضر له من قبل نحضر له ما جيش زاد ليلة صلاة نقول ما عنديش حق الموسم ولا سادي بونش مش نادي وعندي انا الموسم حاجة رمزية ما فيهاش اش معناها موسم؟ موسم حاجة رمزية هكم موال تقول كادو حاجة رمزية تهز كيس مثلا كيما قالت هي ما نفهمش فيها انا حاجة رمزية تمدهم ما يسالش وهو يقول قايل توا الطفلة كل شيء عليها هذايا في بالي الزاز تاع الدار عليها اما بداوا متفاهمين مثلا كان ناقصة فريجيدير غاز ولا حاجة يتفاهموا وكله مش يقعد بشرجع لي هو من بعد بقيتو فهمت دونك انا مع انه الراجل يقوم بواجباته في حكايه كيما هذه خاطر الموسم التونسي الكل راهو يعملها ما فماش وعندها الحق ام الطفله اللي تغش ما فماش هذه بنيه عندها بنتها وسيرتو تبدا عندها كعبه برك لازم تدلل ولازم تخرج من دارها بعزه وبدلالها وراجل يدلل ابخي توره باش يرجع لي هو اما كي تبدا ظروفه الماديه خايبه تعرف لي ظروف ماديه خايبه نجموا يصبروا يعني هذاك هو لا يقطع لنا عاده هذاك هو اللي حبيت نقوله ونلخصوا عاداتنا وتقاليدنا هو نعرف موسم راهو كي يبدا الراجل والمراه متفاهمين نقول فايده في الهناء يتفاهموا على اي حاجه كي امها فرضا ما يجي لازم يجيب موسم سينو طبط الخطبه هوني شنو تعمل الطفله ايه مش هي ماهيش ايجا نقول لك هي عندها ماليها وعندها عائلتها وراهو ايجا نقول لك فما ناس مازلت معناها تحب الموسم وتحب اللمه العائليه وتحب توري راجل بنتها شنو يجيب اما هما ينجموا يتفاهموا في بعضهم انا قبل انا وراجلي همم نتشاركوا في حاجه خاطر هذيك لداري فهمت ومن بعد نمشي انا نقول لامي جيبها هو ولا يعني عادي راه انا نقول فايده فلانيه والام عادي فما امهات تشوف اللي الموسم حاجه معناها لازمه واحنا لا يقطع لنا عاده كل واحد شنو يقدر كل قدير وقدر الفايده في الهناء وابخي طول حاجه هذيك باش تدخل لدارها ماهيش باش تمشي لدار امها ولا لدار بوها معناها هذيك حاجه باش تزيد لدارها حاجه ناقصه باش تشري ما نعرفش سيرفيس اي حكايه يتفهموا عليها يتفهموا يشريوا توا الموسم ويسكتوا لهم هذا رايك حسب ما فهمتوا بيان سور هي الظروف صعيبه لم كره هي تكون مثال يعني هي لازمها تكون مثال هي لازمها اللي تعمل الحل هي اللي لازمها تلقى الحل للطفله راه
نجم تكون الطفله لا تلقى الحل ما بيناتهم، تقول له مثال كي شو اللي تشري، تنجم مثال تبدا عندها هي حاجه جديده تخرجها، تنجم تطور بنتها، مش معناتها يلزمها بالسيف ولا هي الام تحكم ولا نحن مثل نعرفوا عادات وتقاليد، احنا في وضعنا توا قاعدين نحكموا على الوضع توا، والطريقه نتاعها كي تقول لها يا جيب موسم يا لا هذيك اللي سببها، هذيك اللي ما عجبتنيش. مش نتاع تبطل معناتها ليش الطريقه نتاعها في النقاش هذاك اللي سببها. بنتها ما هي الام لابس عليها تمشي تشري هي الموسم فهمت؟ لا عادي نورمال، واحد يهز واحد. لا واحد يهز واحد. كل واحد نور ما تراش روحك كيفاش نفسر لك، نعاود نقول لك حتى يسرى، يسرى سامحني عشقتي ما تغشش من كريم، ما تراش روحك راك عرفت عهد الغفله، نعاود نقولها، راهو توا الدنيا صعبه. انا ما عرفتش عهد الغفله. عرفت عهد الغفله. لا سامحني نور، لحظه ربي خليني مع تارق. عرفت عهد الغفله؟ يعني وقت فما الفلوس كان نجم الراجل يجيب توا امبوسيبل. والله اجا نقول لك تارق توا اجا هما باش يعرسوا وقاعدين يزهزوا وقاعدين يقضيوا في قضيه الدار. هو اسم موسم ما حاجه هذيك. لا يا اخي شو باش تجيب لها منشفة كيس؟ ما كنتش تجيب حاجه تملى العين زاده. بيان سور انت شو افهمني انت بطبيعتك قاعد تاخذ في قضيه الدار هكا ولا تبعني توا نحيني كلمه موسم نحيها. انت بطبيعتك انت ومرتك على بواب عرس وقاعدين تزهزوا وتاخذوا في حاجات هي تاخذ وانت تاخذ فما حاجات عليك انت فهمت وفما حاجات عليها وساعات ما بعضكم تتفاهموا وتزيد هي تزيد انت تو خاطر ما عادش تو في عصر ولا المراه والراجل ما بعضهم يد واحده دونك اليوم انت باش تشري حاجه واش تهزها في اطار موسم باهي موضوع ما فهمتش شنو شنو هما تفسروا لبعضكم في الموسم ودرا شنيا الطفله ان شاء الله يهدي الام خاطر قبل شنيا مش انها تبطل صابرين ولا ما نحطوش معناها طلبات تعجيزيه كي خاطر كي يولي خايب والكوب الظهري متفاهمين دونك حاجه صعيبه ياسر فوالا كيما العاده تغادرنا مدام مونيا الوغ شكون تحب تشكر مدام مونيا؟ ميرسي بوكو ايميسيون تعدات حلوه وتحفونا برشا نشكر رمزي بن وظيفه على التونيو تحفون ونشكر ريم حمدي اليوم على خاطر رمضان وكل شيء عملت لي هوني ميرسي بوكو ريم حمدي ونشكر برشا 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 اوبتي فيجن اللي ساهمت معايا انا وسامي معناتها في البريود هذيا معناتها نتاع رمضان ونشكركم الكل وميرسي بوكو ميرسي بوكو ان شاء الله ان شاء الله نكملوا لي زيميسيون تاعنا تحفونا برشا هذيا وان شاء الله يا ربي بالتوفيق وميرسي بوكو ميرسي يا مدام مونيا احنا توا باش نمشيو الفصل الاشهري ونرجعوا نكملوا حلقتنا واليوم حاضره بحضنا مدام هدى الغاني مرحبا مدام صحه شريبتك عايشك يعطيك الصحه جيتنا بالحلو الحلو اللي موجود في كل دار تونسيه فما الحلو العربي نتاعنا اكيد سيدي رمضان متسمي على الحلو باتشيري لا روز قداش عندها في السوق باتشيري لا روز من عام 89 ما شاء الله خبره بدينا بفرنسا قبل اي ومن بعد جينا لتونس يعني اول بدايتكم كانت في فرنسا اي دونك دللتوا المواطن التونسي اللي لوجه حاجه تونسي انا بريسك قريب 14 بوان دو فونت غادي ما شاء الله وفي تونس عندنا في سونتر اوربان فما في جرجيس مدنين غمراسن برشا فروع في تونس ما شاء الله باش تتميز باتيري لا روز مدام هدى بالحلو التونسي الكل كل شيء عندنا حتى الشاميه حلقوم كل شيء التونسي والتركي حسب الهضم تركي وتونسي واللي يتميز اكثر حاجه اللي يحبوها الناس الكل اللي هو سم مرفق اي اهم حاجه الاسوام مرفقه وباهيه بالكدا بارابور تسمى الكاليتي تبدا حاجه بنينه والاسوام اكيد اكيد الكاليتي موجوده شنو هي الاسوام مثلا في متناول كيفاش شنو هي الاسوام الموجوده عندكم؟ السوم الباك يعني اموند فاريي يبدا مخلط فيه نوازيت واموند في ال 48 دينار اي باهي نتصرف في متناول الجميع حتى بلاصه اخرى اي تخي بيان في متناول الجميع واهم حاجه اي قل الكاليتي معناها الكاليتي حاجه طياره على الاخر معناها وين تعملوا الحلو وين تجيب فما معمل فما شنو؟ اي عندنا في السود المعمل ويجي حتى لتونس ويجي حتى لتونس اي وبالنسبة للفروع موجودة في فرنسا غاديكا في فرنسا في فرنسا فما معمل آخر فما معمل آخر أي. دونك احنا كما قلنا من أهم الحاجات اللي أنتوما الشامية والحلقومة هذوما حاجات تميزوا بها عندكم أنتوما أي أنا جاي شيف تركي عمل فورماسيون للحلقوم التركي والشامية برشا فروع في تونس ذكرنا وين نجموا نلقاو لاغوس سونتر أوربان أوربانور في أريانا وفما في جرجيس في مدنين في غمراسن هذوما ان شاء الله كل مره نحلو في بلاصه ان شاء الله كل مره في بلاصه شو تحب تقول لك اليوم تاعك وسيختو الحلو اللي لازم يكون في كل دار تونسيه نحب نقول له كي تجي مش باش تندم كبري وككاليتي زاده سا
صحيح. كما قلنا احنا باتسوري لاغوس تميز باسوام 48 دينار. 48 دينار الكيلو مخلط وفيه برسك 50 كعبه. ما شاء الله. وسبيسيال في البيستاش المليارديز اللي هو غالي 110. الكيما هكا معناها. محلي الكوفخي احنا نشوف الكوفخي ذي نجم تهزوا كادو او الكوفخي قاعدين تشوفوا فيهم قدام تنجم تهزهم دي كادو. محليها وانت مش تشق فترك تهز دي كوفخي هكا ولا سامي؟ والله عالمي. هي باش ياخذوا انا روح بها؟ اي يرحم والدي. فرحوا باش يروحوا. والله فرحت والله. صحة. محلي علاش تقولي لامي؟ امي راه مش ليك انت بالذات لي انا. اي عجبك سامي نور والله عجبني مزين ومحلي وفي الشوال اللي نحبوا انا. البقلاوه والحاجات اللي يبداو يبسين شوي. برافو. وعندنا قرن غزال عندنا كل ما هو حلو الجنوب زاده. البقلاوه صابرينا كالزمنيه نتاعنا عرفتك كعبه البقلاوه اللي نقولوا نحن تملى العين ياسر مدخم. اي فوالا مدخم برشا. ميرسي بوكو مدام وفاء. ميرسي على الاستضافه زاده يعطيكم الصحه انتم. الارقام موجوده اسفل الشاشه نتاع ليزادغيس الكل على من الكل. فما دي باك باش يهبطوا ان شاء الله الجمعه الجايه بتاع العيد واللي عنده تهور ولا عنده فيونساي ولا قرين فاتحه يدخل للسيت للباج بتاعنا يلقى السيت و يلقى ليزانفورماسيون الكل. احنا ديجا حاطينهم اسفل الشاشه المعطيات الكل للناس اللي انتيغيسي وتحب تعرف لي برومو والحاجات اللي محضرينهم ان شاء الله بمناسبه العيد بشكل تفرح كل عائله تونسيه.